كثير من الكلام ينتشر ويشاع، لا سيما في وسائل الاتصال، لا سيما في الشبكات الاجتماعية التي يتواصل من خلالها الناس. هذه الوسائل أصبحت في الحقيقة وسيلة ذات تأثير بالغ في إيصال أشياء كثيرة إلى الناس، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل ومنها ما هو مفيد ومنها ما هو ضار. لذلك يجب العناية بها والتركيز على ضرورة التمحيص لما يقرأه الإنسان، التمحيص لما يسمعه، التأني في النشر والإشاعة لما يصل إليه. لذلك من المهم أن يفرز المستعمل لهذه الوسائل ما يصل إليه. أنا أقول اليوم يعني على سبيل المثال الواتساب، وهو أحد أبرز الشبكات التي يتم من خلالها إشاعة كثير من النشر، كثير من الأشياء ومنها الإشاعات، تويتر، الفيسبوك، سائر أوجه التواصل، الحقيقة أنها من أكثر الوسائل نشرا للشائعات وقد استعملها أعداؤنا. أنت لما تعرف أنه مئات الآلاف من الحسابات الموجهة للمملكة العربية السعودية، للشعب السعودي والخليج، في لزعزعة أمنه وإغار صدوره على ولاة، إيجاد فرقة بين المجتمع بكل وسائل التفريق التي تثار فيها العصبيات بمسوغات عديدة، تعرف أن الموضوع الحرب خطيرة. صحيح. وأن هذه الوسيلة وسيلة ليست وسيلة سهلة ولا وسيلة لا تأثير لها، بل هي عظيمة التأثير، كبيرة الأثر. ينبغي أن يتحرى أنت قبل ما تضغط على زر الإعادة للتدوير التغريدة، قبل أن تعيد إرسال ما وصل إليك من رسائل في الواتساب، ينبغي أن تقف عندها. يا أخي قف ويا أختي قفي، واعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الذي نشرتموه.